انا عندي 24 سنه، كنت متجوزه لمده 5 سنين. يا نهاري ابيض، انت متجوزه بدري قوي، 19. كانوا اتعس ايام حياتي، اتدمرت نفسيا، شفت بهدله وضرب واهانه، وما كانش بيصرف عليا غير بالعافيه. الحمد لله طلقت، الحمد لله، بعد محاولات كتير، لانه كان رافض يطلقني وما عنديش ولاد منه. كويس. دلوقتي بقى متقدم لي شخص عنده 40 سنه مطلق وعنده ولدين، وانا خايفه ان المأساة تتكرر تاني، وفي نفس الوقت خايفه من فرق السن، وبقول يمكن يعوضني عن اللي شفته، واولاده مش هيقعدوا معانا، بس قال لي ممكن يجوا يومين ويمشوا. هم كبار مش اطفال، يعني هتلاقيهم مثلا 4 15 ولا حاجه كده. انا مش عارفه اعمل ايه، اوافق ولا لا. هو ماديا مرتاح جدا، فرحان بيا قوي، مستصغرني ومدلعني ومش بخيل خالص. انت تعقدتي يعني، قلتي مش بخيل وماديا دي كتير، بس انا خايفه انه يتغير بعد كده. ليكي حق تخافي، ليكي حق تخافي، لان عندك تجربه اليمه. فانت 24 سنه يا بنتي، جوزت 19 يا حبيبتي. ليه مع كل احترام للراجل المتقدم لك، ليه 40 ومتجوز ومخلف ليه؟ بصي، هي عندك فرص. هي المواصفات دي مش بالضروره ان الحياه تفشل ابدا، زي ما انت قلتي ممكن يكون بيدلعك وهيعاملك معامله خاصه كده، وتبقي انت يعني ملكه، وهو الراجل برضو عنده ظروف ومطلق وعنده ولدين وولدين كبار، فعايز يستمتع بالحياه. قد يكون المواصفات دي لا معناها ان الحياه هتنجح، ولا معناها ان الحياه هتفشل. ما ممكن يكون صحابها بيقولوا لها ايوه خدي العائل الكبير الاربعيني ده، راجل محترم وكبار ونضج ومرتاح ماديا، فمش هيبقى عندك مشاكل. لا، مش بالضروره. صح. هو حبيبه قلبي اللي هيفرق في الحكايه دي هو انت مشاعرك ايه، ودراستك ليه ايه، وسؤالك عليه ايه، وانك تتقاسي عليه، وده مش عيب. كمان مش عيب طبعا. يعني مفيش مانع تقعدي مع اولاده مره واثنين وثلاثه، وتعرفي هو بابا ده حنين، ولا بابا ده متسلط، ولا بابا ده بيصرف علينا، ولا بابا ده موجود في المواسم والاعياد بس، ولا بابا ده يعني بابا ده ايه. ها، فبابا ده ايه يديكي دلالات عن الشخصيه دي ايه. صح. ها، اتقاسي وتعبسي وفهمي، واعرفي طلق ليه. طب كان بيضرب مراته ولا لا؟ يعني ايه اسباب؟ ما هو راجل كويس زي ده ومش بخيل وعنده ولدين من طلق ليه؟ محتاجين نفهم، محتاجين نعرف. خد وقتها جامد. انت متعقده شويه طبعا، تجربه اليمه، 5 سنين اهانه وضرب وقله ادب، طبعا ليكي حق. اتأني صغيره قوي كمان، اتأني كده. ها، وخدي وقت، خدي السنه اياها اللي احنا لسه كنا بنتكلم عليها، اعرفي وافهمي وخليكي موضوعيه، ما تبقيش متلهفه على الجواز وخايفه تقعدي ما يجيلكيش نصيب تاني. ما انا عصفور في اليد، ها، ولا 10 على الشجر. فالحقي يا بنت اتجوزي، الحقي يا بنت خلفي، اهدي كده، اهدي، خدي وقت. 6 شهور يا ستي، بلاش سنه، 6 شهور، اعملي نفسك 6 شهور، قولي انا هدرسه في 6 شهور، هعرف ده مين. بس تركز في دراسته. ركزي ارجوك، تركز في ايه؟ في دراسته. في دراسته. يعني مش في فلوسه، مش في مجاملاته. مش في دلعه، في شخصيته. عصبي، ركز في شخصيته. يعامل الناس اللي معاه بيساعدوه في اللي بيساعد، زي اللي بيساعدونا مثلا في شغل البيت، سائق ده، بيعاملوا ازاي؟ بحنيه وبرحمه وبموده، وبيساعد وبيمد ايديه بالمعروف، ولا جاحد وقلبه جامد وقاسي؟ يعني اقري الشخصيه دي، اهم حاجه. صح. واتش ات، ما تخليش حاجه تفوتك.